سيادة اللواء. ازيك يا بابا؟ كنت بتتحجج انك بتشتغل وديهم اقلوك من ديوان الوزارة، بقيت قاعد في البيت لا شغل ولا مشغلة، وكمان كنت بتتحجج انك متجوز وديك طلقت وبقيت عازب. قول لي بقى، عايز افهم انت بتفكر في ايه؟ في ايه في دماغك؟ بفكر يعني هعمل ايه بعد اللي حصل ده؟ بفكر اشتغل في البيزنس. هتعمل ايه في البيزنس بقى يا باشا؟ شفاعة! عن اذنك يا حضر الغداء، اطلع اخد شاور وانزل على طول. حاضر. يلا. المكرونه البشاميل جاهزه في المطبخ اهو، هستناك. يا عالدنيا، مش مستنيني اكمل كلمتي الولد. حقك تعذره برضو يا صبري، اللي حصل له الفتره اللي فاتت يهد جبال. يا حبه عيني، طلق مراته وفقد شغله في نفس ذات الوقت، وخبطتين في الراس بيوجعه. مع ذلك مش حاسس باي حاجه. انا احساسي ما يخيبش، ابني بيفكر في حاجة أنا مش عارف هي إيه. لا يا سي صبري، سي نشأت أنا عارفاها كويس، ده أنا مربيها على إيدي وحافظاها كده أكتر من المرحوم أمه. إذا كنت أنت بقى قلقان عليه، أنا مش قلقان عليه خالص. واسألني بقى ليه؟ هقول لك من غير ما تسأل، علشان دماغ سي نشأت من ذهب. الله، روح حضره ياكل. الفلوس حلوة صحيح، لكن ما كنتش مصدق المثل اللي بيقول كل ما فلوسك زادت كوم عينك ما تعرفش النوم. دلوقتي صدقت. خوفي على ضربة العمر ما بيخلينيش أنام. ودي شنطة الأسرار اللي أنا وهمت كل شركائي إني ولعت فيها ودفنت كل البلاوي اللي تودينا في داهية، لكن أبقى عبيط لو حرقتها. الأسرار دي سلاحي ضد أي حد فيهم، إن حد وقع ولا خان ولا غدر أو حب يلبسني في قطر. الفلوس دي لو دخلت رصيد في بنك باسمي هتجيب لي المشاكل، وممكن تفتح عليا باب جهنم، خصوصا بعد خروجي من الوزارة بزفة. عشان كده لازم الفلوس دي تتحط في مشروع محترم يعيشني ملك.